المزيد ينضم إلينا من دبي المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية والخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي. أهلا بك سيد أيمن. يعني هل برأيك يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقوم يعني مثل هذه الدراسات اللي عم نتحدث عنها بالحد من استخدام المراهقين للهواتف، أو حتى يعني اتجاه الأهالي للحد منها؟ هلا رشا، يعني علاقتنا نحن بالهاتف المحمول علاقه صعبه لانه حاميني كثير الصبح. يعني اول شغله بنعملها مع جهاز التليفون، وقبل ما ننام مع جهاز التليفون، وكل النهار من اوله لاخره، ومنشان مواضيع اجتماعيه، منشان الدراسه، منشان الشغل. ففي علاقه كثير حميمه، وهذا عم بياثر على انتباهنا، عم بياثر على وقتنا، على تركيزنا. ومنشان هيك هالدراسات عم بتحاول تعمل توعيه للمشاكل اللي عم بتصير، وشوي توجهنا اكثر لننتبه اكثر شو عم بيصير. بس يعني هالعلاقه حتضلها حميمه، وبدنا شوي توعيه، شوي ننتبه، نغير شوي بسلوكياتنا لنخفف شوي من هيدي العلاقه والمشاكل يلي بتجذبها هالعلاقه. طيب السيد أيمن، يعني في عنا هلأ ظاهرة الفومو اللي هي طبعا fear of missing out، كيف أصبحت تؤثر على حياتنا اليومية؟ يعني وعم نحكي من الصغار حتى المراهقين وأيضا الكبار. نحن بيهمنا دائما عشان نعرف مين ظاهر لوين ومع مين، وانا شو راح علي، وليه ما حضرت هذا الفيلم، وليه هالمسلسل اللي بيحضروه انا ماني سامع فيه، وليش هالشخص موجود. فهيدي موجود اجتماعيا عنا اياها، وبوجود الاعلام الاجتماعي يعني في تضخيم كثير كبير لهالموضوع. وحتى يعني بتشوفي رشا، في كثير ناس بيكونوا هن بظرف اجتماعي بيكونوا ظاهرين اجتماعيا، بس هني بهالظهر عم يشوفوا غير ناس بغير ظهر. يعني انا حتى ظاهر ومبسوط وحابب اعرف انا مبسوط كفايه او لا، في غيري مبسوط اكثر مني. فهون نحن طبيعتنا انسانيه هيك، وكمان اذا عندنا شويه نقص بنعتبر انه لازم نشوف شو عم بيصير. والانستغرام وغيره من هالتطبيقات يعني بتضخم الامور اكثر واكثر. يعني يعني طبعا بتصور حتى للصغار دور الاهل مهم سيد ايمن، وايضا دور الحكيم النفسي ايضا مهم، لانه ممكن هذا الامر يؤدي لاكتئاب. طبعا ما حندخل فيه التفاصيل، ولكن ضروري هذا الامر. سيد ايمن، يعني التعرض المبالغ فيه للاجهزه الالكترونيه كيف يمكن ان توظفه الشركات ضدنا نحن كمستخدمين؟ رشا، كل هالمؤسسات بهمها انتباهنا نحن، وعندهم طاقم كامل من دكاتره بي اتش دي، يعني بيعرفوا الدماغ والانسان كيف بيشتغل، وعم بيشوفوا كيف فيهم عن طريق التنبيهات، عن طريق التصرفات بالتطبيقات، لحتى نحن انتباهنا يضل موجود على التليفون. ونحن كل واحد منا رشا، اذا يعني التليفون بيعطيه معلومات معينه. يعني انا عم بحضر للحلقه اليوم، عم بنتبه على الاسبوع الماضي قديش انا بستعمل التليفون باليوم 272 مره بالنهار، باليوم الواحد فوق ال 500 تنبيه. لما الراس قد ايه بده يحمل ليحمل. فهون يعني اول خطوه هي يلي عم تعطيني حضرتك اليوم رشا، هو توعيه على ننتبه نحن على قد ايه عم نستعمل هالجهاز، قد ايه عم نقضي وقت عليه، وننتبه شو المضمون يلي عليه نحن اذا كنا كبار او صغار. يعني طبعا دايما نحن عم نحاول كإعلام نضوي على هذه النقاط لنساعد العالم ونساعد حالنا. المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية والخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك.